من ناحية المنهجية. من ناحية المنهجية خصنا نوضع الأمور في السياق ديالها. أنك تفهموا تعطوش الإخوة الصحفيين على البحث على الحقيقة من الموقع ديالهم الصحفي ومن الجانب التحقيقي ومن الجانب الإطار. إحنا هنا كنقابات عندنا دور نقابي ودور إداري. إحنا سي عزيز إحنا المسائل اللي هذا كانت شيء من القساوة أن الإخوان ما درتوش ما هذاش. إحنا قوت اللي كنا كنديروا البلاغات والوقفات الاحتجاجية للاعتداءات إحنا برأسنا ملينا الوقفات الاحتجاجية والبلاغات. الأساسي هو أننا كنقابات ندين الفعل الشنيع اللي تعرضوا له الموظفين الصحة والموظفين المستعجلات خلال هذه العشرة أيام الأخيرة. نطالب الجهات المسؤولة بفتح تحقيق في هذا الاعتداء ومتابعة المعتدين وفقا للقانون. نعتبر أن غياب الشروط الضرورية للعمل، التجهيزات التقنية والمعدات البيوطبية، الخصائص المهول في الموارد البشرية، والأساسي هو سيادة خطاب تغليطي من طرف المسؤولين بوزارة الصحة الذين يحملون الموظفين مسؤولية الوضع المتدني للخدمات الصحية كلها عوامل تساعد على تكرار هذه الاعتداءات. كونوا أكيدين أن هذه الاعتداءات غادي تتكرر إلا بقت هذه الظروف. هذا هو الاختلاف اللي بيننا في المقارنة، أن إلا بقت هذه الشروط اللي كتخلق هذه الاعتداءات، نقص الموارد البشرية، الغياب الأمن، سوء تدبير الصفقات ديال المناوله، بزاف ديال المسائل حيث والتي تجعل الموظف يتحمل تبعات الاختلالات التي تعرفها المنظومه الصحيه بامكانات وتجعله موضوع الاحتجاجات السلبيه للمواطن. كما نعتبر ان الاداره هذا هو اللي اساسي خصهم تساعدونا فيه من ناحيه ديال الظاهر ديال الوظيفه العموميه، ان الاداره هي المسؤوله الاولى على توفير الحمايه الامنيه لموظفيها طبقا للفصل 19 من الباب الثالث من قانون الوظيفة. كاين هناك بعض التدابير اللي كنطالبوا بها كتنسيقيه نقابيه، لان احنا ما كنهضروش غير على الاعتداءات، كنهضروا ان القضاء عنده ان فيزيون انه مسطره قضائيه بحال الموظف بحال المعتاد جاو قدامو خصو يتابع الجميع. كاين احيانا ما كيمكنش يجمعهم جوج في قضيه. نعتبر ان المتابعات ان الاعتداءات والمتابعات القضائيه كتنسيقنا بالقابيل، نعتبر انها تجري في غياب تام للاداره. موظف من القطاع الصحي العمومي لا تمثل الاداره كطرف في القضيه، استنادا الى ان الموظف يعمل تحت امرتها وبوسائل العمل التي يسخر بها. احنا في القانون ديال الطبيب والممرض ما كنقلبوش عن المرفق العمومي، كنهضروا على المرفق العمومي السير العموميه، لان الموظف هو شخص يمثل الدوله ولا يمثل نفسه اثناء تاديه عمله. نطالب كما مكاتب نقابيه بتفعيل طب الشغل اللي غايب في المستشفيات سونتي او ترافاي كاين في ريغليمون لمواجهه اثار التبعات الجسديه والنفسيه لموظفي الصحه ضحايا العنف والاعتداءات. نطالب الجهات المسؤوله على صعيد المستشفيات والمندوبيه بتكوين لجان لمواجهه الاخطار. خص تكون واحد لاجيستيون دي ريسك جوريديك، كاينه لاجيستيون دي ريسك الاخرين ليزانفيكسيون نوزوكوميا، هذه ولات اساسيه داخله في اي اداره عندهم لاجيستيون دي ريسك جوريديك. لجان اخرى لتدبير الشكايات وللوساطه، خص الاداره تدخل دير الوقايه وتدخل ما نوصلوش لهذ المسائل، دير لا ميدياسيون مع المواطن ومع الاخرين. العمل على اخراج الى الوجود الملف الطبي وملف التمريض، لان بزاف ديال الموظفين كيتابعوا في هذا لتحديد المسؤوليات الاداريه والقانونيه. وكنديروا واحد الشعار اخر اللي خصكم هذا كيقول واحد الشعار ميو فو بونسي لو شانجمون كو شانجي لو بونسمون، من التغيير هذا اللي كنعيشوه نفكروا فيه اولا قبل ما نبدلوا.